فوز مستحق للنادي الاهلي على طلائع الجيش 2-0 في الشوط الثاني والشكل اتغير الشوط الثاني عن الشوط الاول والنادي الاهلي ظهر بصوره كان المفروض يظهر من البدايه بالشكل ده سيطره استحواذ تغييرات اللي عملها مستر كولر من بدايه الشوط الثاني اثمرت وشفنا هدفين مبكرين في بدايه الشوط الثاني ابتدى الماتش يبقى في اتجاه واحد. نادي الاهلي هو اللي مسيطر، النادي الاهلي هو اللي بيهدد مرمى طلائع الجيش، كان المو... كان المفروض انا عارف انا متاكد ان مستر كولر بين الشوطين ادى اللعيبه دش ساخن على الاداء اللي حصل الشوط الاول والفوز رقم 12 على التوالي للنادي الاهلي مبروك كابتن شريف.